السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم عرضنا على جهاز سامسونج دفتري. خليك وياه حتى تعرف مواصفات هذا الجهاز. هذا الجهاز يجيك عندك هنا شاشتين، الشاشة الأمامية والشاشة الخلفية. هاي الشاشة الخلفية. مواصفات هنا الجهاز جدا جميلة. عندك الدبل سيم كارت، رام خارجي، القائمة مالته سامسونج الأصلي. هذا شكله. هاي القائمة مالته. هاي الشاشة الأمامية. من واحد يتصل عليك تجيك اشعار اسم المتصل، راح اجرب لك اياه، اتصل من تليفون اخر واجرب لك اياه. هسه اتصل لك من غير تليفون. هسه راح يدق هنا يطلع اسم المتصل. هذا دق التليفون. هذا يطلع عليك الشكل مالته. يجي بثلاث الوان، اللون الاسود واللون الابيض واللون الاحمر. انت عندك هنا دبل سيم كارت، عندك هنا رقم واحد ورقم اثنين، هذا عندك رام خارجي. ملحقات الجهاز تجيك البطارية الشاحنة مالت الجالكسي والبطارية الأصلية مال سامسونج. وهذا شكل الجهاز. هذا يجيك بهذا الشكل. هاي الشاشة مالته. جهازنا جدا جميل. هذا شكله.